يعني الباجت دي سؤال عندنا في الازهر كده دي بنجاون دون باجت دي. طيب يعني كلمة باجت ديزيز في حد مش موجود؟ نرمي عايز الدنيا هادية كده. طيب الباجت ديزيز ده واحد اسمه باجت هو اللي اخترع المرض دوت. بس هل الباجت ده حاجة من الجلد ولا مش من الجلد؟ فاكرين لما كنت بقول لكم انا كنت بحب اشرح ثلاث امراض على بعض صح؟ ثلاث امراض دولت بجماله بسيمتاس باتش وكبر كويسكيلز وممكن شوية كوزن وكروستيشن عليهم اللي هما الاكتيريك كيتوزيس والباونز ديزيز والباجت ديزيز صح؟ دول الاثنين الاولانيين دولت بري كانسرز و او بيسموها كارسينوما ان سايتو والثاني دي كانسر فونتس. باش الديزيز ده اول ما اكتشفوه اكتشفوه في الفيميلز وفي الاريولا بتاعت النادي كانت جت بعباره عن سيمو ستاتش وكبر بلاد سكيلز وعليها اوزن وكراسميشن وكانت ماسكه بريست واحد بس كانت يعني من اللاتر كانت اسيمتوماتيك يعني مش بتهرش. كانت الفيميل دي كان عندها ادينو كارسينوما في البريست. السنه اللي فاتت طالبه برضه معانا هنا بعتت الصوره لوالدتها الصوره لوالدتها كان عندها برضه في سنتر سبيتش برضه سكيلز وللاسف كانت يوني لاترال وصاحبتنا دي عماله تعالجها على انها اكزيما. انا اول ما شفتها قلت لها دي شكلها طبعا ما رضتش افضها انا قلت لها ايه ممكن تكون باجت. طب نعمل ايه يا دكتور ده المفروض. طب قلت لها معاها اي ماس في البريست؟ قالت لا هي اوريدي ما فحصتش البريست اصلا يعني والدتها وما فكرتش ان هي تعمل اكزيمينيشن بس تشوف في عندها بريست ماس ولا لا. قلت لها يلا ناخدها بايبسي. ناخدها فين؟ عند الدكتور حسين. راحت للدكتور حسين اول ما شافها قال لها دي باشا. خد بايبسي وعمل اكزيمينيشن بريست لقى ماس بيقول انا لقيت مات انفكتريتد ماس قد كده يعني تمام؟ لما بشوف لما تيجي لي واحده تيجي تقول يا دكتور انا عندي ليجن في النبل بتاعت البريست اول حاجه هعملها ان انا افحص النيفل. اول حاجه احط حاطط ايدي على الاكزيل على طول وبعدين افحص السكند اشوف في ماس ولا لا ماشي ممكن يكون حصل فيه حلو. طيب يبقى الباجت ديزيز ده ديزيز اول ما اكتشفوه العالم اللي اسمه باجت ده اكتشف ليجن موجود في الاريلا بتاعه النيفل وعلشان كده وبعد كده اكتشفوا حاجه تانية في مكان تاني عشان كده الباجت ديزيز يا اما ماماري اللي هو في الاصل يا اما اكسترا ماماري. طيب هل الباجت ديزيز ده الكيراتينوسايتس هي اللي حصل فيها مالجنسي؟ قال لك لا ده الاوريجين بتاعه المالجنان سيلز دي سببها ادينو كارسينوما في الجلاندز. بمعنى ايه؟ انا عندي ابيديرمس اهو وعندي ديرمس وعندي ايبوكراين جلاند. الكراين جلاند بتبقى موجوده والجلاند دي بيبقى ليها ضغط والضغط دي بتفتح صح؟ الايبوكراين جلاند الضغط بتاعتها بتفتح فين؟ فين؟ لا السبيش بتفتح مع السبيشس جلاند في الهير فوليك انما الايكراين جلاند هي اللي بتفتح في السيرفس ماشي؟ هنعتبر ان ده الجلد بتاع البريست والجلد بتاع البريست ده في جلاند تحت في البريست في جلاندز وحصلت ادينو كارسينوما في البريست. يعني ايه كلمه ادينو كارسينوما؟ ادينو يبقى دي ريليتد للجلاند ادينو دي ريليتد للجلاند يبقى حصل كانسر بريست والكانسر بريست ده الخلايا بتاعته بدات تطلع ثرو ذا دكت فضلت ماشيه ثرو ذا دكت لحد ما وصلت في الابيديرمس. يبقى هل حصل انفيجن للبيزمنت ميمبرين؟ المفروض لا ده الخلايا طلعت ثرو ذا سيرنج او ثرو ذا دكت اوف ذا مين اوف ذا جلاند وبالتالي تكون عندي خلايا ما هي بكيراتينوسايتس بس موجوده فين؟ في الابيديرمس. الخلايا دي هل هي كيراتينوسايتس؟ لا. يبقى هل ليها ديزموزوم؟ ملهاش ديزموزوم. يعني ايه ملهاش ديزموزوم؟
يعني ما لهاش مشابك تمسك في الاذر كيلاجينوسايتس دي بيسموها ديسموزوم. عم باجت اللي اخترعها قال لك انا هخلي الخلايا دي باسمي فراح مسميها الباجت سيلز. لا هي عباره عن لارج راوند سيلز لارج نيوكليس ويز امبل سيتوبلازم. وحكايه الامبل سيتوبلازم يعني الامبل يعني شفاف شويه او باهت شويه نتيجه ان لقوا فيها ميوكوبولوساكرايتس. ايه الميوكوبولوساكرايتس؟ الميوكوبولوساكرايتس دي المفروض اللي هتبقى سكريشن بتاعت البريست ماشي. يبقى تاني يبقى انا الراجل ده اللي هو الماماري باجت الست دي طبعا اكسكلوسيفلي في الفيميل لا هي غالبا في الفيميل مصر مش اكسكلوسيفلي بس ممكن تحصل فين الميل. كانت عندها ادينو كارسينوما في البريست والادينو كارسينوما في البريست طلعت لي سيلز مالجنت سيلز اسمها باجت سيلز. الباجت سيلز دي مايجريت ثرو ذا داكس لحد ما توصل فين للابيدرمس وراحت موجوده في الابيدرمس. هل لها ديزموزوم؟ ملهاش ديزموزوم. شكلها ايه؟ لارج سيلز لارج راوند نيوكليس ويز امبل سيتوبلازم. الامبل سيتوبلازم دي نتيجه ان فيها ميوكوبولوساكرايتس كتير. طيب النيوترال ميوكوبولوساكرايتس اللي موجود فيها ده بيتسبب بايه؟ فاكرين اللايبويد بروتونوزيس؟ فاكرينه؟ اتفقنا معانا؟ اللايبويد بروتونوزيس ده كان عباره عن ايه؟ ده بريسيبيتيشن اوف هيلانايت ماتيريال صح؟ وكانت نيوترال ميوكوبولوساكرايتس وعشان كده كانت بي اي اس بوزيتيف وده ستيز ريزيستنس. اذا الخلايا دي انا لو سبقتها بالبي اي اس هتديني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. ليه؟ لانها فيها نيوترال ميوكوبولوساكرايتس. حلو؟ طيب انا عايز اتاكد انا لسه ما شرحتش البادجت انا باخد مقدمه عنه بس عايز اتاكد كمان ان هي جلاندولار اوريجين. قال لك اصبغها بكارسينو امبريونيك انتيجين. الكارسينو امبريونيك انتيجين ده تستين تمام؟ بيصبغ الخلايا اللي طالعه من الجلاندز بس ما يصبغش كيراتينوسايتس. اذا انا لو صبغت الابيدرمس بالكارسينو امبريونيك انتيجين وطلع عندي خلايا بوزيتيف يبقى الخلايا دي اصلا جايه من مين؟ من جلاند. حلو؟ حلو. تاني يبقى الراجل ده او الست دي الاول جالها ادينو كارسينوما في البريست وبالتالي انا لما اجي اعمل اكزامينيشن هلاقي عندي المانيفستيشن بتاعت الادينو كارسينوما بتاعت البريست. ماس في البريست صح؟ لارج انفلتريتنج ماس. في نيبر ريتراكشن صح؟ ممكن الاقي البيض اورانج اللي هو بتاعت الكانسر بريست بالظبط. ومعاها ايه؟ ها؟ معاها اريسيماتوس باتش صح؟ ويل ديفايند اريسيماتوس باتش كفرد باي فاين كراستيشن ومعاها كمان بين بوينت بليدنج يعني معاها كمان بليدنج وكراستيشن ممكن الاقي كمان معاها سكيلز. لما اجي اخد لها هيستوباثولوجي هلاقي فيه باجت سيلز موجوده فين؟ في الابيدرمس. يقول لك ان الباجت سيلز دي تشبه الميلانوسايتس مش الميلانوسايتس ده المالجنت الميلانوسايتس تبقى برضو موجوده في الابيدرمس. امال افرقها ازاي؟ انا ان شاء الله لما اجي اخد الميلانوما ان احيانا الله يعني هاخد سيلز بتبقى موجوده في الميلانوما اسمها باجيتويد سيلز. ايه الباجيتويد سيلز دي؟ عباره عن خلايا لارج ملهاش ديزموزوم صح؟ لارج سيلز لارج نيوكليس امبل سيتوبلازم حلو الكلام؟ بس اجي اصبغها بالبي اس الاقيها نيجاتيف. اجي اصبغها بالكارسينو امبريونيك انتشن الاقيها نيجاتيف. اجي اصبغها بالميلان اي بتاعت الميلانوما الاقيها بوزيتيف. حلو؟ فيقول لك ايه؟ انت لازم تفرق بين الباجيتويد سيلز والباجيت سيلز. سهله خالص. الباجيت سيلز بي اس بوزيتيف كارسينو امبريونيك انتشن بوزيتيف. طيب انا لو سبقت الخليتين دولت بالدوبه مين اللي هتبقى بوزيتيف ومين اللي هتبقى نيجاتيف؟ باجيتويد هي اللي هتبقى بوزيتيف انما الباجيت هي اللي هتبقى نيجاتيف. انا عندي ماركر الماركر ده سبيسيفيك للدنيريتك سيلز يعني يصبغ لي وطبعا هو نون سبيسيفيك لخليه معينه بعينها يعني يصبغ لي ايه؟ يصبغ لي لانجر هاند سيلز يصبغ لي ميلانوسايتس يصبغ لي ميركل سيلز يصبغ لي نيرف سيلز. الماركر ده اسمه اس 100 بروتين. هو
طبعا الاس 100 ده اختصار لكامل، مش مشكله مش عايز اقول البروتين. الاس 100 بروتين ده يصبغ لك ايه؟ يصبغ لك الباجيت ولا الباجيتويد؟ مين اللي اصلها ميلانوسايتس؟ الباجيتويد صح؟ يبقى الاس 100 يصبغ لك الباجيتويد ونيجاتيف فيه الباجيتس. يبقى لما يجي يقول لك قولي لي الماركر بتاعت الباجيت سيلز هتقولي له ايه؟ اس 100 نيجاتيف، دوبا نيجاتيف، بي اس بوزيتيف، كارسينو امبريونيك انجين. صعبه كده؟ يبقى تاني، واحد عندها ادينو كارسينوما في البريست طلع لها حاجه اسمها الباجيت سيلز مايجريتنج كونداكت وسط لحد الابيدرمس. الباجيت سيلز دي حلاقيها موجوده فين؟ في الابيدرمس، اللي هي كرايتيريا كذا كذا كذا، ليها ماركرز 1 2 3 نيجاتيف في كذا وبوزيتيف في كذا. ماشي؟ طيب لسه ما بداناش نحن. باجيتويد يعني كلمه باجيتويد يعني تشمل الباجيت، تشمل الباجيت سيلز. وما هي الباجيت؟ انا عندي باجيتويد 2 في الكليه، انا عندي كده 3 كمان. في حاجه اسمها باجيتويد ريتيكيلوزيس فاكرها؟ بتاعت الام اف. ماشي؟ باجيتويد ريتيكيلوزيس دي احد الام اف فاريانت، وعندي باجيتويد فاريانت اللي ذاكر فيكم بتاعت الباونس ديزيز. باجيتويد فاريانت بتاعت الباونس ديزيز في خلايا تشبه الباجيت، وعندي الباجيتويد سيلز بتاعت الميلانوما، هما 3 باجيتويد. يبقى باجيتويد ريتيكيلوزيس والباجيتويد سيلز بتاعت الميلانوما والباجيتويد بتاعت باجيتويد فاريانت اوف باونس ديزيز. ماشي؟ يبقى الباجيت سيلز دي it is a cancer from the start، يعني هو مش كان بري كانسر وبعدين قلب كانسر، لا ده هو من الاول كده كانسر. الباجيتويد سيلز دي مالجنانت سيلز، اتيميكال مالجنانت سيلز مايجريتنج فروم ادينو كارسينوما اوف ذا بريست ثرو ذا دكت تو ذا ايبيدرمس. كلام صح؟ كلام حتى الان صح؟ لما اجي اعمل اكزامينيشن الاقي الاكزامينيشن بتاعت البريست كانسر بالظبط، نيبل اتراكشن بالاورانج لارج انفلتريتنج ماس موجوده في البتاع، الاقي كمان معاها لينف نود، لازم افحص لينف نود. عمر ما انسى الدكتور عبد الشكور وهو بيفحص معايا حاله بريست، حاله اول ما شاف اول حاجه راح داب جنس في الاجزيه اللي عرفها، تشوف معاها كمان لينف نود ولا لا؟ صح؟ تاكد ان دي كانسر ولا لا؟ ليه؟ يعني لما تيجي تعمل انت هتعمل راديكال ماستكتومي، هل هتعمل كمان معاها لينف نود ديسكشن ولا لا؟ ماشي الكلام ده مره. طيب دي الاكسترا، دي الماماري باجيتس. طب الاكسترا ماماري باجيتس يجي فين؟ نتوقع الاماكن بتاعته فين؟ انا والله ما اتوقع ان هو يجي في الاماكن اللي فيها ايبوكراين جلاندز كتير. طب ايه الاماكن اللي فيها ايبوكراين جلاندز كتير؟ جروين واكزيلا صح؟ طيب ايه الاورجن لو اتكلمنا مثلا على الجروين، ايه الاورجنز؟ احنا قلنا لازم يحصل ادينو كارسينوما في اورجن ويحصل له مايجريشن ثرو ذا دكت عشان يوصل لمين؟ للسكين. لو مثلا قال لك في الجرويل مثلا ده ممكن ادينو كارسينوما اوف ذا ريكتم توصلها لي للبيري انال ريجن صح؟ يبقى ممكن يجي لي بيري انال باجي ديزيز، ممكن من اليورينال بلادر، ممكن من السيرفكس ادينو كارسينوما في السيرفكس بتاعت اليوترس. يبقى اذا هي نفس الكلينيكال بيكتشر باختلاف السايت. السايت هنا كان ماماري، هنا اكسترا ماماري. يبقى الاماكن اللي فيها ايبوكراين جلاند غالبا اللي هي البيري انال ريجن او الانو البرينيال. برينيال يبقى اكيد من ايه؟ من ادينو كارسينوما في الريكتم او ادينو كارسينوما في السيرفكس او او او. ماشي؟ طيب. فيهم ايه؟ حوالين في الحته دي فيها ادينو كارسينوما في الريكتم. يعني ايه ادينو كارسينوما في الريكتم؟ بالعكس كده يعني ادينو كارسينوما في الريكتم. يعني ايه؟ في ادينو كارسينوما في الريكتم. تمام؟ طيب عايز افرق بقى الديفرنشال دايجنوز بتاعت الماماري باجيت دي مهمه جدا بقى ودي بنشوفها كتير. حاجه اسمها نيبل اكزيما. نيبل اكزيما دي ليها اسباب كتيره خالص، ممكن يكون كونتاكت درماتيتس مثلا من كلوزز او من براك جديد عندك، ممكن يكون من السكن بتاع البيبي اللي فيشرنج والحاجات دي يجي لها كونتاكت درماتيتس. طب الكونتاكت درماتيتس او الاكزيما اللي تبقى او النيبل اكزيما
هفرقها ازاي من الباجيتس؟ اولا مفيش اندرلاين مالينجنسي، حلو، بس اهم حاجه هي يونيلاترال ولا بايلاترال كونتاكت درماتيتس. يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال كونتاكت. يعني هتيجي في مش هتيجي في الثانيه ليه يعني؟ يبقى الكونتاكت درماتيتس غالبا بتبقى بايلاترال، غالبا بتبقى سيمتوماتيك، بتبقى اتشي صح؟ بتبقى سكيل، بتبقى سكيلز كتير عشان خاطر الاكزيما اللي بتبقى فيها. لو خدت لها هيستوباثولوجي هلاقي فيها الهيستوباثولوجي بتاع الاكزيما، يعني هلاقي فيها باراكريتوزس، هلاقي فيها سكوليوزس، هلاقي فيها اكسوسيتوزس، هلاقي فيها لينفوسايتس في الليبيدر من صح. انما صاحبتنا الباجيتس دي مش هلاقي فيها الكلام ده صح؟ مش هلاقي فيها الكلام ده. طيب ادي الباجيتس، اعمل ايه بقى التريتمنت بتاعي؟ لو كان ماماري باجيتس ده انا هعمل راديكال ماستكتومي صح؟ انا مش هعمل راديكال ماستكتومي علشان خاطر الباجيت، انا هعمل راديكال ماستكتومي عشان الاندرلاين مالجنت اللي موجود. نفس الكلام تريتمنت اوف ذا بوست في الاكسترا ماماري باجيتس. حلو الكلام؟ طيب صعب الباجيتس؟ انا كان نفسي اوريكم صوره بس اكيد صوره عندكم ماشي؟ طب وريني التكتلات. هو حاجه قلنا الباجيتويد. اه قلنا الباجيتويد. تعرف ليك حياتي كده. يبقى احنا كده خلصنا الباجيتس، يبقى احنا كده خلصنا كل الابيديرمال مالجنسي ماشي. لو عايزه تقريها اقريها ماشي. لا لا اقروها اقروها.